اليو دي بي، اليو دي بي ما في كونكشن، يعني ما في ثري واي هاند شيكينج، ما في انه اي مع بي بده يحكي راح يصير كونكشن ويصير الهالو مسج. لا، هو كونكشن ليس انليبل، ما في فلو كنترول، ما في كونجكشن كنترول. يعني كل الميزات الموجوده بالتي سي بي اليو دي بي مش موجوده فيه. اليو دي بي بيركز على فكره البيست ايفورت، فاليو دي بي هو بهمه يبعث الداتا باسرع وقت ممكن، ومش مهم اذا وصلت الداتا او ما وصلت. فبالتالي اليو دي بي بستخدمه كثير بالابلكيشن اللي انا بتهمني السرعه فيه، مثل فويس اوفر اي بي. انا بتهمني احقق اتصال باسرع وقت ممكن، فبالتالي انا ما بتهمني توصل الداتا او ما توصل او توصل متاخره. فهي هي التي سي بي. اذا هميتني الداتا كثير لا بستخدم تي سي بي، اذا مش هميتني بستخدم يو دي بي. هلا الابس اللي هم بيستخدموا تي سي بي، عندنا الاتش تي بي لانه طبعا سكيور، او اتش تي بي اس، الاف تي بي الفايل ترانسفير. فاكيد انا لما اكون عمالي بحكي مع سيرفر اف تي بي نفرض وبدي اطلب منه فايل، فبالتالي انا بحالي هاي لازم اكون تي سي بي كونكشن فبحالها حتى توصل الداتا مثل ما هي. كمان تلنت ريموت لوجن اذا بدي اشبك، كمان نفس الشيء انا عمالي بستخدم تي سي بي. اذا اس ام تي بي كمان اذا كنت انا مشغله على الابلكيشن لاير اس ام تي بي، انا راح استخدم التي سي بي على الترانسبورت لاير. هلا اللي بيستخدموا اليو دي بي عندنا الستريمينج ميديا مثل سكايب، الفايبر، نفرض الدي ان اس، اي شيء بيهمني فيه السرعه على الداتا، الافضليه للسرعه. فهي انا بالحاله هاي انا بستخدم يو دي بي. هلا رح نغطي موضوع كتير مهم في نتوركينج. حكينا شو تي سي بي وشو يو دي بي، وحكينا انه في عندنا لايرينج، في عندنا ابلكيشن لاير، في ترانسبورت لاير. هلا نفهم شو يعني لايرينج بالنتورك. هلا حكينا النتورك كنتورك، لو نحكي عن نتورك عاديه موجود عندي كتير شغلات، في عندي هوست، في عندي راوترز، في عندي لينك، في عندي ابلكيشن معين، في عندي بروتوكول، في عندي هاردوير، في عندي سوفت وير. فهذول كلهم هم اللي بيشكلوا لي النتورك. فانا ممكن اكون عندي تو هوست، نفرض A and B، في عندنا راوتر بيناتهم، في لينكس شابك لي الاثنين، في ابلكيشن مشغله على الهوست B او الهوست A. فبالتالي انا النتورك فيها كومبلكس بايسز. فهلا هذول لحتى احقق كوميونيكيشن بيناتهم، انا كثير بهمني اعرف كيف راح يتواصلوا هذول مع بعض. فمن هون اجى مصطلح اللايرينج. فاللايرز كل لاير لها سيرفيس معينه بتقدمها، كل لايرز لها اكشن معين هي مسؤوله عنه. كل لاير تعمل سيرفيس معينه تبعث السيرفيس والاكشن اللي عندها لللاير اللي تحتها. فالتواصل بيتم لاير، اول لاير تبعث للي تحتها. فدائما اللاير بتعطي السيرفيس لللاير في لوئت، فكل لاير تحتها بتاخذ السيرفيس من اللي فوقها او تاخذ الداتا من اللي فوقها.